سوى كلمة بتنترك. ليش بقي منا شيء؟ سمعتنا يا معزز. بدي ورجيك شغلة بالمكتب. لما صار اللي صار ما مسكت حالي وفتحته. فكرت أحرقها كذا مرة بس ما عملتها. ما حبيت أخلف وصيتك. أبي كتب لك نص الوكالة. احترقت كله. رح أرجع عمرة. ونحن كيف بدها تعمر بيناتنا؟ أنا سلمتك أمري يا معزز. خايفة ما أمن فيك. خليها للزمان. والوصية كمان خليها معك. أنا ما خبيت عليك شيء. لا تخبي علي شيء. وأنا كل شيء عندي كشفته. ما عاد عندي شيء مخبي. الله معك. الله يرحمك يا أبي.